لماذا يبدو اليمنيون حين يخرجون من الوطن؟ سؤال تقليدي يبرز مع أي تكريم أو بروز أو نجاح يحرزه يمني في أي من دول العالم. لعل الإجابة تكمن في أن المبدعين اليمنيين إنما وجدوا في دول المهجر والاغتراب الإمكانات التي ساعدتهم على التميز والنجاح، فضلاً عن المناخ العلمي والتحفيزي المتاح، وهو للأسف ما يفتقرونه في وطنهم. كثيرة هي الأسماء اليمنية المشهورة في مختلف المجالات رفعت اسم اليمن عالياً في محافل دولية علمية وفنية إبداعية وغيرها، ولا يتسع المجال لحصرها. قلة ذات اليد وضعف بل وانعدام للدعم والرعاية لطموحاتهم عوامل تضحمل معها الأحلام، خصوصا إذا كان المبدع يفتقر لمستوى معيشي يحقق له ولو الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والمعيشي. ورغم كل شيء إلا أن ثمة من يحفر نجاحه بأظافره بما أمكن من الإمكانات المتاحة في الداخل اليمني. مثل هؤلاء جعلوا من ظروفهم المتاحة حوافز لتحقيق إنجازات قفزت بهم إلى مصاف التكريم والتميز في محافل إقليمية ودولية، فلا حدود للطموح ولا شيء يمكنه أن يحبس الأحلام. ومن بين ركام الأزمات يكاد لا يمر شهر دون أن نسمع تكريما بالفوز أو بالتقدير لشخصية يمنية، سيما من الشباب في مجالات التحصيل العلمي أو الاختراع والإبداع والفنون. إلا أن أولئك أقصى ما هم بحاجته يتمثل في شيء من الاهتمام والرعاية واعتبارهم أولوية تستحق الدعم، أولى من مصارف تستنفد المال العام على حساب المجال العلمي والإبداعي.